في سؤال عندي وبرضه لو نوضحه بشكل اكتر للساده او بشكل مبسط، الانسولين المفروض هو اللي بيتحكم في فكره الجوع والشبع، وبناء على ان انا كل ما المده الزمنيه تطول في الحرق فده بيخليني ما احسش ان انا جعانه بسرعه. في بعض الادويه او الحقن تحديدا اللي طالعه مؤخرا اللي هي بتتحكم في الانسولين، في حرق الانسولين، هل هي اصلا صحيه ولا لا؟ وفي نفس الوقت لو انا عايز ابعد عن الكلام ده كله وعايز بديل بحاجات طبيعيه، لان احنا معظمنا كمصريين بنحب برضو الثقافه دي عندنا ان احنا عايزين نخف من غير دواء، عايزين نخس من غير دواء، عايزين كل حاجه تبقى منتجات طبيعيه، فممكن نلجا لايه؟ خلينا نجاوب على نص السؤال الاولاني الاول اللي هو مش الانسولين بس اللي متحكم في الجوع والشبع، في هرمونات بتاعه جوع وشبع. فالانسولين متحكم فيها بصوره ما، اللي هو لما انا بدخل سكر جسمي، لو دخلت سكر عالي فانسولين هيتفرز بكميه كبيره، فمش هيرجع السكر لمستواه الطبيعي، لا ده هيهبطه بنفس النسبه اللي هو اترفع بيها. فعشان كده احنا دايما لما بناكل حاجات مسكره او حاجات فيها معجنات او مخبوزات بدقيق ابيض بنلاقي ان احنا بعد شويه بنجوع. بالظبط. ليه؟ لان مستوى السكر عندي نتيجه انه في انسولين كتير بينخفض جدا قوي، فانا ببقى عايز ارجع ارفعه تاني، اللي هو بقول انا ريقي رايحه على حاجه مسكره، عايزه ريقي ناشف، عايزه واكل. بالظبط، انت بتبقى لسه واكل. فانت فيعمل ايه؟ ياخد حته شوكليت مثلا او ياخد اي حاجه مسكره، فيفضل طول النهار في السايكل دي. فهنا الانسولين هو متحكم في الجوع والشبع، لكن في العادي احنا عندنا هرمونات جوع وشبع المفروض ان احنا مع طريقه الاكل بتاعنا تبقى متظبطه. الحاجه الثانيه الحقن. بص يا نهاوند، في حقن بتشتغل على الشبع، على الكربوهيدرات وعلى هرمونات الجوع والشبع، ودي ماده مشهوره قوي اسمها ليراجلاتويد. تمام. الحاجات الثانيه اللي بتشتغل على الانسولين دي حقن انسولين، حقن سكر، حقن مقاومه. ما ينفع، وحتى المقاومه خلي بالك ما ينفعش ان انا اخد فيها حاجه ليها علاقه بالانسولين برضو لو هي في حاله كنترول. فلو انا باخد حاجه بتاعه سكر عشان اخس او عشان اتحكم في الجوع والشبع بتاعي، انا كده هيجي لي سكر. يا ساتر. بالظبط، توصل لكده. بالظبط، لان هي بتعمل خلل في افراز الانسولين في الجسم، اللي هو لما انا بجيب حاجه من بره هي اللي بتساعدني وانا اصلا جسمي شغال عادي، يبقى انا ليه بعمل كده؟ تمام. لكن انا لو بستخدم حاجه للشهيه يبقى الاحسن ان انا استخدم حاجه بصوره طبيعيه، حاجه معتمده على الالياف زي بيستا اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. الالياف هي امن حاجه واحسن حاجه للشبع بصوره طبيعيه، ما تاثرش عليا ولا يبقى ليها اي سايد افكتس. وبيستا يعتبر هو المنتج الاول في مصر اللي فيه ثلاث انواع من الالياف بتركيز 6 جرام، اللي هم الكشور السيليوم، ردة القمح، وكمان الشوفان. دول مهمين جدا عشان بياخدوا حيز كبير في المعدة. هو أصلا الشوفان لوحده لو تصلحي لي، لو كلناه لوحده كده اللي هو 3 معالق مع لبن سكيمد طبعا بيشبع، بتقعدي مثلا 5 ساعات مش جعانه ابدا. بالظبط، بيقول لك انا حاسه اني اتلكمت كده. هي الالياف بتعمل كده بالظبط، بس دي جرعه كبيره شويه عن ان انا اكون باخد مثلا ورقيات او حاجات فيها ليفي جرينز. كمان القشور بتاعه السيليوم مشكلتها ان احنا لو جبناها لوحدها حطيناها على ميه او على زبادي طعمها وحش جدا، فمفيش حد بيقدر يستعملها. لكن انا لما يبقى عندي منتج فيه الياف وبطعم تفاح اخضر كاني بشرب عصير بالظبط، وكمان هو آمن وفي 3 أنواع من الألياف. غير كده كمان هو مش بس بيتحكم في الشهية بتاعتي، يعني أنا خلصت من الجزء بتاع الجوع والشبع والشهية وإن أنا أتحكم في الكميات، لا ده أنا كمان عايز حاجة تحرق، يعني عايز حاجة تسد النفس فتخليني أكل بكميات قليلة، وعايز حاجة تساعدني في الحرق شوية. فبيستا كمان في كروميوم بتركيز 500 مايكرو جرام. الكروميوم ده مهم جدا عشان يظبط بقى الانسولين اللي احنا كنا بنتكلم عنه، بيحسن من حساسية الانسولين، بيخلي السكر لما يجي كده يقول للخلية افتحي انا عايز ادخل تفتح بسرعة ما تقاومش. تمام. وكمان في فيتامين سي اللي هو مهم جدا للفات اوكسيديشن او حرق الدهون. فانا بحرق دهون، بحرق نشويات، بظبط مقاومة الإنسولين، بقلل كمان الكمية اللي أنا باكلها، بتحكم في الجوع والشبع بتوعي. حتى لو أنا معزوم في حاجة أو عندي حاجة أنا ماشي على ستريكت دايت أو ماشي على هيلثي لايف ستايل مظبوط، بس حصل لي أوكيجن، عندي حاجة معينة أنا مضطر كيس جبنة بقى بالظبط كده، كيس في جبنة وكوباية المية، أقلب على كوباية مية قبل الميل كده من تلت ساعة لنص ساعة، خلاص أنا لو قدامي وليمة
انا اكلت من كل حاجه، دقت كده وانا تمام، حاسس بالرضا، مفيش حرمان، وفي نفس الوقت محافظ، ما بوظتش الدنيا.